الأشخاص المشاركة في الصفحة دي 600 ألف تقريبا من النساء و100 ألف من الرجال. واكتشفت كمان صاحبة الصفحة دي اللي عاملاها على الفيسبوك إن معظم فعلا الستات في مصر عندها شكاوي كتيرة جدا من الرجال، مش بس كده هي فعلا زوجات مفلوسة جدا من أزواجها. أهلا بيكم. أهلا بيكم. طبعا معانا رؤى كمال مؤسسة صفحة زوجة مفلوسة على الفيسبوك، ومعانا كمان أميرة محسن وهي أدمن على صفحة زوجة مفلوسة على الفيسبوك. أهلا بيكم. نبتدي الأول برؤى، عايز أعرف يا رؤى يعني جات لك الفكرة منين أنت تعملي صفحة على الفيسبوك تكون مخصصة بس للنساء إن هي تقول شكوتها؟ هي العنوان إلى حد ما يعني ممكن يوحي بسخرية شوية، زوجات مفلوسة، يوميات زوجة مفلوسة، لكن الحقيقة لما دخلت على الصفحة لقيت مواضيع مهمة جدا ومواضيع جادة، وفي نفس الوقت الزوجة بتقول مشكلتها بكل جدية، وكمان اللي بيردوا عليها بيردوا بكل جدية عليها وبيكونوا متخصصين. عايزة أعرف الفكرة دي جات لك منين وهي فكرة هادفة؟ الفكرة إن أنا كنت ببقى قاعدة في وسط ناس كنت دايما بلاقي إن شكوتي أو شكوة كل الناس تقريبا شبه متشابهة، يعني متشابهة كلها مع بعضها. كل الستات بتقول نفس الشكوى، أو يمكن كمان كل الرجالة بيقولوا نفس على ستات بتقول نفس الشكوى. فاللي حصل إن أنا فكرت إن أنا أعمل يوميات زوجة مفلوسة كصفحة كوميدية في الأصل. كانت فكرة إنها تبقى كوميدية، فكرة إن أنا أكتب المواضيع أو السيكونس بتحصل في حياتنا اليومية بطريقة كوميدية، فاللي هو لما نتريق على المشكلة نقوم نعوينا على نفسنا بالظبط. وهي ابتدت الفكرة من هنا إن أنا أكتب المواضيع بطريقة كوميدية وأطرحها بطريقة كوميدية على الصفحة، وبعد كده ابتدت بقى تتوالى بقى التطورات في الصفحة. يعني ابتدت أول من الكوميدية لصفحة اجتماعية كبيرة بتدخل فيها جدا كبيرة جدا من الناس، وابتدينا بعد كده بتخان فكرة المشاكل، ودي فيها أدمن هبة هي قائمة بيها يعني بجد ربنا يعينها، يعني بجد بيطلع عينها فيها ما شاء الله. بالظبط، يعني بتعمل بتقوم بيها بطريقه حرفيه جدا، واحنا بننزل المشاكل على الصفحه بدون ذكر اسماء او دعوه شعبيه، حتى بعد ما المشكله بتنزل المشكله بتتمسح من عندنا من على الصفحه. يعني لو حد دخل عندنا على الصفحه بعد كده مش هيعرف مين صاحب بس هي كمان انا قريت امبارح حقيقه وانا بتصفح كده على الصفحه بالليل، الزوجه بتكتب في بعض الحاجات بتكون الى حد ما محرجه شويه، ما بترضاش تقول اسمها. دي الفكره، دي الفكره اللي انت ما حدش يقول الاسامي، الناس بتحل المشكله لحد ما تقول، فبالتالي انت مش محرجه ان انت هنشوف بقى هنشوف ازاي الحل، بس نشوف الاول نشوف الحل ازاي بيجي، لكن نشوف الاول اميره، انت الادمن بقى على الصفحه، انت اللي بتكتبي البوست وانت اللي بتكتبي المقالات وانت الحاجات دي كلها، عايزه اعرف بتختاريها ازاي؟ هل بتاخدي الافكار دي من خلال المجتمع اللي انت بتعيشي فيه؟ بتاخدي من خلال القصص اللي بتكون حواليكي؟ مثلا واحده بتحكي حاجه عجبتك الحاجه دي عايزه تحليها مش عارفه تحليها ازاي، بتطرحيها على الفيسبوك؟ هو اكيد كلنا بنشوف ازواج وزوجيته في قصص، وانا شخصيا بيحصل كلنا عايشين الحياه بالظبط كده، بيحصل مفات او مش مفات كلنا عايشين طبعا. هو احنا يعني ممكن موقف يوم مثلا يحصل عندي اعمل منه بوست يديني فكره ان انا اعمل بوست، اديني مثلا كده يعني مثلا ممكن خناقه مثلا ما بيني وما بين جوزي، قلت له مثلا كلمه معينه قال لي كلمه معينه، ممكن كلمه واحده بس ده كلام كتير اكيد بتبقى مليانه كلام، لا يعني ممكن مثلا تكون كلمه بارزه مثلا، كلمه محرجه او تضايق، لا مش محرجه قوي يعني، ممكن يحصل موقف طريف فيها فتديك الفكره، ممكن في وسط المشكله يحصل موقف طريف، الموقف الطريف ده صح ممكن لما يتصاب في مشكله تحسك المشكله دي فاصل كوميدي ملوش علاقه خالص بحياتنا، يعني خلاص هي بس في ناس كده يهونها. ما هو في خلي بالك انت بتتكلمي على اساس الكوميدي، بس في ناس الحقيقه يعني لا بتصمم على موقفها وتصمم ان الموضوع يفضل نكد والموضوع يفضل بس ياخد شكل جد. دايما دايما المشكله لو في طرف فيها هرب زي ما بيقولوا خلاص عمل قرشه كده في وسط المشكله الموضوع انتهى، المشكله راحت ماتت من اولها. نجرب والله كلام رائع، نصيحه نصيحه من مفروسات. ممكن تكون مثلا مشكله سمعتها من واحده صاحبتي تشتكي مثلا من تعمليها قصه وتحطيها على الصفحه وتشوفي بقى اراء الناس. طيب انا عايزه اعرف بقى الحل بيكون ازاي؟ هل بيكون من خلال مختصين؟ يعني مثلا شفت امبارح واحده كانت بتحكي حكايه، يعني مش لازم اقولها على الهوا، لكن انا لقيت كذا حد كاتب لها راي، كذا حد كاتب، بس ما شفتش بقى طبيب او شفت حد متخصص كان هو
على حسب، اوقات بتبقى المشكله جت مثلا من وقت بدري فبنضطر نبعتها لطبيب مثلا او متخصص، اذا كان طبيب بقى في النساء في الطب النفسي ايا كان، ممكن نبعتها له فيرد علينا. ممكن بقى المشكله تبقى خلاص مثلا عدى عليها اسبوع ومفيش حد رد عليها، فبالتالي بنطرحها. واوقات الناس بيقولوا لها في طبيب مثلا فلان الفلاني روحي له ده هيساعدك. يعني الناس بتقدم كمان بيعملوا ريكومندد لدكاتره كويسين هم يعني جربوهم اتعاملوا معاهم، فبالتالي لا انت روحي للدكتور فلان الفلاني هو هيساعدك ويدوها العنوان والتوشر بيه. هو الاوبشن ان الناس فعلا بتحاول تساعد بعضها. اه لا انا شايف كتير امبارح حقيقه، يعني انا شفت كومنتس كتيره قوي او تعليقات كتيره قوي على مشكله ما كانت يعني مشكله مضايقه واحده جامد جدا، وشفت ناس كتير داخلينها فوق فوق ال 100,000 ولا حاجه بيقولوا لها الحل يكون ازاي. فدي حلوه ان انت ممكن تستعيني ببعض الاراء اللي ممكن تديكي بعض الافكار. فكره ان الناس يوميا زوج مكتوسه ما بقتش بتتعامل على انها صح، يوميا زوج مكتوسه بقى عندها مجتمع بالظبط، كل الناس مجتمع صح هم بس صغيرين. هو الاول كان صغير دلوقتي عنده 600,000. انا عايزه اسالكم بقى دلوقتي، دلوقتي عندكم على اليوتيوب عندكم قناه على اليوتيوب مفروسه كافيه؟ مفروسه كافيه. طب مش ناويين بقى ان شاء الله تعملوا قناه بقى تلفزيونيه او حاجه؟ هي دي بس لما تيجي فيها مذيعه هعمل قناه ان شاء الله باذن الله. عايزه اسالكم يعني اكتر المشاكل اللي لمستوها فعلا، خصوصا احنا في مجتمع ذكوري بيضطهد المرأة إلى حد ما، أكيد لمستوا بعض الانتقادات من الرجال، ده حقيقي ولا لأ؟ أه طبعًا، طبعًا بتحصل إن ممكن حد يدخل وممكن يشتم يعني. وخاصة ممكن أنت تحطي بوست مثلًا هو مش عاجبه ويشوف إن أنت كده زوجة يعني أنت مش أصيلة، يعني إزاي بتتكلمي كده؟ إزاي بتتكلمي طيب؟ أو أهانتي، أو يمكن هو لمس نقطة حساسة عنده، أهان رجولته. أيوه. هو قرر يدخل يشتم خلاص. بالظبط. يدخل أنا عايزة أعرف بقى تعملوا إزاي المواقف دي، يعني لما تلاقوا حد بيقول ألفاظ خارجة أو بيقول حاجات مش المفروض تتقال يعني على الانترنت، لانها الصفحه كمان الحقيقه انا بحس ان هي يعني متشافه جدا والناس بتحبها جدا، فعايزه اعرف بتتصرفوا ازاي في الموقف ده لو لقيتوا الفاظ خارجه؟ هل حد بيدخل دور على يرفض العدد او يعني فعلا طرد على طول؟ لكن لو الموضوع داخل في نقاش او حد بيتناقش معانا بطريقه كويسه خلاص بنرد، يعني طالما الموضوع في حدود الادب والاخلاق تناقش عادي جدا ويقنعني يقنعك عليكي كانثى وهو وجهه نظر رجل، فاحنا الصفحه المفروض ان هي بتحاول تقرب وجهات النظر ما بين الرجل والمراه، فبنتناقش طالما النقاش انت عندك وجهه نظري وانا عندي وجهه نظري وانت عندك وجهه نظرك وانا عندي وجهه نظري وممكن نقنع بعض. لو وصل لحد الشتيمه والسب لا باين طبعا، وفي رجاله بيدخلوا عشان يتحرشوا اصلا بالسيدات كمان في الفيسبوك، حتى في الفيسبوك طبعا. احنا عندنا حاجه كده لطيفه اسمها امسك متحرش، عملنا مبادره كده لطيفه صراحه لما ابتدى ناس تبقى الست بترد في كومنت عادي جدا على مشكله ما او بوست او اي حاجه ترد باحترام، بنرد باحترام جدا وتلاقي واحد ظريف كده لطيف قرر انه يدخل يبعت لها مسج مثلا فيها اي سباله او فيها اي كلام خارج او اي حاجه. احنا قلنا لهم يا جماعه اللي يبعت لها حاجه زي كده تبعت لنا الرساله عشان نتاكد ان ده بالفعل بعت لكم الرساله، بيبعتوا لنا رساله بننزل الاكونت بتاعه على الصفحه بنحاول نعمل حاجه كده تبقى بتحته بجليه كده احسن. برافو عليك كده هيخرب من يوم اي حاجه كده. احنا بنعمله كمان نعمله ريبورت عشان فيسبوك يقفل الاكونت بتاعه. الحقيقه احنا يعني قدامنا دقايق بسيطة جدا ونختم، عايزة أعرف يعني المنهج الأساسي اللي أنتوا بتبعتوه على الصفحة دي عشان توصل للنجاح الباهر اللي أنا شايفاه الحقيقة ولمسته بنفسي على الفيسبوك. الفكرة إن إحنا مبدأنا زي ما قلنا فرس اللي يشوف فرس الناس تكون على فرس فرس، يعني فكرة إن إحنا لما بنهون على الناس المشاكل أو بنتريق على مشاكلنا الناس بتهدي. دي حقيقة، أنا لو عندي مشكلة واكتشفت إن على الأقل ما تحسش الشعب ده بس اللي عندها بالظبط، نص الشعب عنده نفس المشكلة خلاص بهت. يعني مثلا لما تعملي بوست مثلا بتشتكي مثلا الاولاد كل يوم الصبح مطلعين عينك عشان يلبسوا ويروحوا المدرسه، لما تنزلي بوست زي كده وتلاقي مثلا 10,000 بني ادمه بيرد عليك يقول لك اه والله احنا سايبين ده حقيقي. أيوة. ده انا كل يوم معايا انت مش لوحدك، انت مش لوحدك، انت بتصحى تاني يوم الصبح متقبله، عارفه انا متقبله اللي هيجرى لي النهارده وانا بنزل الاولاد المدرسه، فده بقى طبيعي. الفكره ان الناس بجد بيهون عليها المشاكل بعد ما بنطرحها، بيقولوا لنا ودايما يقولوا لنا انتوا عايشين معانا في انتوا مركبين كاميرات، ده دايما تعليقات بنلاقيها انت اكيد قاعده معانا في البيت دلوقتي وده بيبقى على كل طيب الادمن بقى اللي بتنزلي بوست دايما وبتكتبي مقالات والحاجات دي كلها، ايه النصيحه اللي ممكن تقدميها للنساء المكروسات اللي موجودين على الصفحه بحيث ان هم يهدوا شويه ويتقبلوا حياتهم، خصوصا احنا في مجتمع زي ما قلت لك في الاول ذكوري جدا طبعا الى حد ما
بينصب قدام شويه على الوقت. والله هو اللي انا انصحه بجد للمفروسات ان تحاولوا ان انتوا تمسكوا اعصابكم شويه وتحاولي ان انت تهدي، ولازم يكون ليكي نشاط تحاولي تمارسيه عشان تعرفي تعيشي حياتك وتندي فيها. يعني زي مثلا ما تركزيش، يعني ما تركزيش، وبالذات ما تركزيش مع جوزك يعني عشان ما تحرقيش دمك زياده. ايوه اصلا موضوع المشاكل بتيجي من التركيز، احنا طول ما احنا فاضيين بنركز خلاص الموضوع اتقلب من مشكله صغيره. وحاولي تربي ابنك الصغير على ان ما فيش فرق ما بين الولد وما بين البنت، لان مشكله مجتمعنا الاساسيه هي التربيه الغلط، ان احنا الولد عندنا افضل من البنت. الراجل راجل والست ست. الحقيقة أنا بشكركم جدا جدا على الصفحة الجميلة اللي بس أنا بجد قبل ما ننهي أنا محتاجة أشكر كل الأدمن الموجودين معانا على الصفحة، لأن دول ناس بتعمل مجهود جبار. يعني أدمن هبة مشاكل طبعا هي دي، يعني ربنا يكون في عونها بجد على اللي بتعمله. أدمن هناء، أدمن إناس جوكر، هناء دي الجوكر بتاعت الصفحة، أدمن إناس، أدمن سارة النساك دي من مؤسسين الصفحة، أدمن سارة ريتال اللي هي فسخة الصفحة بسميها كده لأنها بتكتب حاجات جميلة جدا ودايما بتعمل بوستات عليها. ميرو طبعا، أدمن دودو الحريري، كل الأدمن الموجودين معانا على الصفحة، الناس دي بتاخد من وقتها ساعات يا جماعة ومن مجهودها ومن صحتها علشان خاطر يخدموا الناس، ما بيكسبوش من وراهم مليون. لا واحنا ممكن فبالتالي يا ريت يبقى في احترام، الناس دي بتاخد من الحياة من حياتها عشان يعني أنا بشكركم جدا جدا لأن أنتوا بجد وكمان الصفحه بتاعتكم هادفه جدا، واكيد اكيد يعني هيتوقعوا المزيد والمزيد، وانا كمان متوقعاكم مزيد من النجاح باذن الله. منتظرين القناه التلفزيونيه اللي انتم كمان هتعملوها، وان شاء الله تكون ناجحه زي الصفحه اللي انتم عاملينها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بشكركم جدا. كان معانا النهارده حياه رؤى كمال وهي مؤسسه صفحه زوجه مفروسه على الفيسبوك، وكمان بشكر اميره محسن وهي ادمن على صفحه زوجه مفروسه على الفيسبوك. بشكركم. مشاهدينا تعالوا بسرعه نروح لفقره جميله جدا وهي بعنوان اجعلي الرياضه روتين يومي في حياتك، مع فاصل سريع مع زي.